أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر إذا تلصح على هذه الإضافة. حياك الله. ونرحب بضيوفك الكرام. أهلا بك. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، يعني أتعبنا إحنا كل الكلام قلناه فيما سبق أن المنطقة الجنوبية تعاني ما تعانيه من التهميش من جميع الحكومات المتوالية. نعم. وللأسف الجنوب حتى هو عندهم أهالي الجنوب والمسؤولين في الجنوب عندهم تقصير وتقصير واضح، سواء كانت مع الجهات الحكومية سواء كانت مع الجهات العامة، سواء يعني الاهتمام بالمنطقة الجنوبية من مسؤولين سواء كان مجلس بلدي سواء كان من الأعيان، المفروض فيه واحد مسؤول يباشر عمله في المنطقة الجنوبية ويراقب ما يحدث في المنطقة الجنوبية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الوضع الذي سبق من حوالي الشهر الماضي والمواجهات العسكرية وما يعرف ما اسمه بالنايل والمليشيا تتبعه، نعم، توصيات وتهديد من المنطقة الشرقية، للأسف مرتب الجنوب بصفة عامة عارف المصالح والانبثاق والدعم كان بالوقوف عن التخويفياتي ياتي من المنطقة الغربية والطريق المرمي من المنطقة الغربية إلى المنطقة الجنوبية. وطبعا الاستشارة المتبادلة كانت من المنطقة الجنوبية، الخيرات الموجودة أما في المنطقة الجنوبية كان التبادل التجاري والطريق آمن. أصبحت المشكلة الأخيرة اللي حدثها ما يسمى بالله